السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي مشاهدي متابعي قناة مدني للربح من الإنترنت، إخوتي الكرام، وبطلب من بعض المشاركين في القناة أن يعني أن أشرح لهم هذه المنصة، وهي منصة أو موقع يوبيت، هذا الموقع الذي تكلمت عنه منذ يومين، بحيث أنني تكلمت عن عملة لايت كوين، وموقع كذلك هذا الموقع الرائع وهو مون لايت كوين، الموقع الجميل الذي يعطيك حوالي 800 لايتوشي في 5 دقائق، فهو موقع رائع وصادق، بحيث سأثبت لكم السحب الآن بعد شرح في الموقع. فيعني أنا لن أقول أنني أفهم 100% في يوبيت، ولكن عندي بعض رؤوس الأقلام في هذا الموقع الرائع والموقع الجيد للتداول. فيعني أول قبل أن أشرح، فأنا أعتذر لأنني يعني من جهة تداول العملات، يعني ارتفاع سعر العملة وانخفاض سعر العملة، فليست لي به معلومات كثيرة، لأن هؤلاء هذا المنظور هذا بالنسبة للأشخاص الذين يتداولون في الفوركس أو في ثنائية على ما أظن هكذا، فأنا هذا المجال صراحة صفر، لأنه يتطلب منك متابعة ويتطلب منك مراقبة جيدة ويتطلب منك كذلك أن تكون متقن للغة الإنجليزية يعني على الأقل، فصراحة وسأجد ربما بعض التعليقات يقولون لا باللغة العربية، ولكن يعني أنا عندي بعض الأصدقاء يتداولون ويعملون في الفوركس، فالذين يعملون باللغة الإنجليزية يربحون أكثر من الذين يتعاملون باللغة العربية، وهذا لأنهم يتعاملون مع أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية وكذا، من بريطانيا وإلى آخره، فالتداول يتطلب منك أن تكون متقن للغة الإنجليزية وتتبع في بعض القنوات على التلفزيون مواقع اقتصادية، تعرف أسباب انخفاض العملة وصعود العملة، لماذا يصعد الدولار أو يهبط، لماذا يطلع عفوا يصعد اليورو أو يهبط، وكذلك البيتكوين، وما هي الأضرار وما هي الأسباب، كل هذه الأمور. فيعني ليست بالأمر السهل، أنا لن أقول أن لن أصعبها، ولكن يعني تتطلب يعني أن يكون الشخص متفطن، يعني هكذا أقول، يعني إنسان فطن، يعني متتبع للنشرات الاقتصادية، متتبع لأحوال العالم، فهذه الأمور كلها يجب مراعاتها. لكن هذه المنصة البسيطة وهي منصة يوبيت، الموقع الرائع الذي يتيح لك العملات الإلكترونية، يعني هي عملات كثيرة جدا، فلاحظوا معي عندما نقوم بالضغط على الوالت، فكل هذه التي ترونها هنا عملات، يعني هاي كلها عملات، يعني كثيرة هي هذه العملات، لاحظوا معي، لن أتها وكم أحسب وكم أجني وكم، يعني هي كثيرة جدا جدا، لذلك فهذه المنصة الرائعة تتيح لك عدة أمور بسيطة. المهم، التسجيل أمر بسيط وأمر سهل، وكالمعتاد عندما تقوم بالدخول على الرابط تقوم بأوريجستري، تضع اليوزر نيم الخاص بك، الإيميل، باسورد، تعيد كتابة الباسورد، فتأتيك رسالة إلى الإيميل، تقوم بتأكيد الحساب، بعد ما تقوم بتأكيد الحساب عندما تقوم بالضغط على لوجين فتكتب الإيميل والباسورد، بعد ذلك تأتيك رسالة في الإيميل الخاص بك بها كود، تقوم بنسخ الكود في مكان وضع الكود، ثم تقوم بالضغط على لوجين، وهاتي هي الواجهة. هذه أمور التسجيل، فهي أمور بديهية وأمور ألفناها، حتى لو يخرج لك الموقع باللغة لا أعلم، يعني باللغة حتى باللغة الهندوسية وتستطيع أن تتسجل، فالأمور يعني ألفناها. المهم، هذه هي المنصة والعمل عليها سهل. المهم، هنا في هذا المكان ستجدون العملات التي أنت يعني فيها، يعني كم لديك في العملات، يعني كل العملات التي لديك فيها، ولو واحد، يعني إذا كان بيتكوين ولو واحد ساتوشي ستجدها هنا،
فما مثلا في عملة الرور أنا قاعد عندي نسبة واحد فقط من 100 مليون ساطوشي أو من الرور، هذه العملة لا أعلم. اليو اس دي عندي 0.38 دولار، اللايت كوين عندي 2.31 ال تي سي، عملة اللايت كوين هي حاليا 4 دولار على ما أظن. الباور كذلك عندي 4333، بي تي سي عندي 2600 ساطوشي. هذه كل هذه العملات فعندما تقوم بالجمع في الموقع هنا الماركت، يعني هذا المكان تختار العملة التي تريد، فهي تجدها ثنائية. مثلا يعني تبحث عن الإيثيريوم بالبيتكوين أو الإيثيريوم بالدولار أو الداش بالبيتكوين أو الداش بالدولار، كل هذه العملات تستطيع التحويل فيما بينها والبحث عنها ورؤية هل هي في صعود أم في انخفاض. فعندما تكون هنا بالأخضر فهي بالصعود، وإن بالأحمر فهي في الانخفاض. هنا يعني نعم عفوا، سوف أعود لكي لا تتخلط علي الأمور. المهم هنا بالنسبة للطراد، عندما نقوم بالضغط على الطراد سيعطيك هذا المنحنى الخاص بالثنائية التي تضعها أنت. فمثلا هنا الداش باليو اس دي، عندما تقوم بالضغط على الداش يو اس دي تنبثق لديك بعد الضغط على الترايد، يعطيك المنحنى لصعود العملة أو انخفاضها. فقد صعدت العملة إلى غاية 123 دولار هذا الأسبوع يعني، وعملة داش ارتقت كثيرا صراحة في ظرف أسبوع فقط أو 15 يوم، من يعني منذ أن كانت 10 دولار على ما أظن أصبحت إلى 123 دولار بنسبة 100 دولار إضافية أو أكثر من ذلك. يعني والله خرجت لنا من غار لم نكن نعلم من أين هو هذا الداش. لذلك في أول شرح قلت لكم من يتتبعون ومن يقومون بالتعاملات ويتتبعون نشرات الأخبار فهم يعلمون العملة التي ستصعد والتي ستنزل والأسباب إلى ذلك. المهم بدون إطالة، هنا يعني الترايد، هنا الماركت، يعني الأمور عادي ما بين العملات. نعم يعني لاحظوا معي، أوكو إيثيريوم بالبي تي سي، داش بالبي تي سي، نعم هذه يعني الدايس هذه التي كانت هنا في الجنب. هنا الماركت عفوا، الدايس هذه لا أعلم، ليس لي لها علم، لا أعلم لا تهم. هنا الفريكوانز، فهذا الموقع عند المتعاملين يبقى بعض البقشيش فتستطيع أن تربح منه، هذه كلها تستطيع أن تربحها أخي الكريم. فكل هذه عملات مثلا لاحظ معي هنا يعطيني حوالي 100 ساطوشي من عملة الداش متبقية، فكيف أستطيع ربحها؟ أقوم بالضغط على جيت فري كوينز ثم تقوم بالضغط على الكابتشا هكذا، تنتظر يعني ربما تربح لمدة 24 ساعة أو في الساعة. لاحظ معي ستنضاف هذه الداش إلى هكذا، نعم 5. لاحظوا معي بعد يوم صار يعني ستنضاف، وبعد يوم إن كان هناك أي داش يزيد إلى هنا. هنا البي دبليو في آر هذا يوجد فيه 3333، تستطيع ربحها. الأزاف كذلك 1000، كل هذه يعني هذه البقشيشات تستطيع الجمع منها فمن الموقع فهي مجانية. هنا الواليت يعطيك المحافظ الخاصة بالعملات الإلكترونية، فأي عملة تريد مثلا البي تي سي البيتكوين، فهنا يعطيك عندما تريد محفظة ديبوزيت، عندما تريد وضع في هذه المنصة يعطيك هذا الرابط، رابط هذه المحفظة تقوم بالإرسال إليه، وعندما تريد السحب تقوم بالضغط على ناقص وتضع الايميل الادرس الذي يعطيك. وهنا لكن هنا انصح بعدم التعامل معه بالنسبة للبيتكوين، لان في عملة كبيرة جدا وهي 50 ألف ساطوشي اي بما يعادل 0.5 دولار، لذلك الا ان كانت عندك معاملات كبيرة جدا مثل مثلا 100 دولار او فوق ذلك، ف50 ألف ساطوشي هي كعمولة. لذلك البيتكوين لا ينصح به عندما تريد الإرسال والسحب إلا إذا أردت أن ترسل وتقوم بالاستثمار شراء عملة أخرى. ف
فكذلك هنا تجد الهيستوري، يعني ما ربحته او متى ارسلت او سحبت. هنا اليو اس دي كذلك يعطيك في اليو اس دي تستطيع السحب من الاوكيباي، من الباير، من الادفي كاش، بيرفكت موني، و وكذلك الكابيتال ليس، هذا هؤلاء كل هذه البنوك تستطيع التعامل معه، يرسلون اليك الى هنا الرور، هذه العملة لا اعلم، ال تي سي، اللايت كوين التي تكلمت عنها منذ يومين، ها هي لدي فيها 2.31 بما يعادل 0.009 بي تي سي، اي تقريبا 10 دولار او 11 دولار. المهم انا لدي باللايت كوين لانني ارى ان اللايت كوين ربما سيكون لها ازدهار كبير. فكذلك نفس الشيء كل هذه العملات باور، يعني كل هذه العملات، يعني اي محفظة تريدها بالزائد تريد ارسال الى اي محفظة بالناقص. هنا الاوردر، هات الهيستوري، يعني هذه امور لست لا اعلمها. فالمهم، فمثلا انا اريد ان اشتري، او عندي هنا عندي ال تي سي، اريد ان ابيع ال تي سي هذه التي عندي، اقوم بالضغط هنا في سيرش واضع اختصار العملة، يعني ال تي سي، هكذا تعطيك ال تي سي بالبيتكوين، يعني سعر، يعني العملتين اللايت كوين بالبيتكوين، واللايت كوين بهات العملة R258 لا تهم، واللايت كوين بالدولار 4.10، يعني واحد لايت كوين يساوي 4.10، وهاتي عملات أخرى. المهم ما يهمنا، مثلا سوف نتعامل مع اللايت كوين بالدولار مثلا، مثال تقوم بالضغط هكذا، فتنبثق لديك هذه الواجهة، هنا فيها باي وهنا سيل. فالباي المقصود بها هو هو السيل من الموقع، يعني باي على ما أظن هي شراء، ما الكلمتان دقيقة فقط، والله بعض الأحيان الإنجليزية تهرب. هذا باي، لا عفوا، يعني سنقوم بالضغط على الترجمة، والله باي يعني باي، يعني عفوا، باي تكتب هكذا، باي يشتري. فالعملة عندما تريد شراء، باي يعني شراء، وسيل هي بيع. فالباي هي الشراء من الموقع، والسيل هي البيع، في هي الباي في الموقع. يعني مثلا أنا أريد أن أشتري، فالسعر هنا مرتفع، عندما أريد أن أشتري اللايت كوين من الموقع فسعره مرتفع، وعندما أريد أن أبيع فسعره منخفض. هذه معلومة يجب أن تضعها بين عينيك، السعر عندما أريد أن أشتري فالسعر مرتفع، وعندما أريد أن أبيع السعر منخفض. فالباي هي السيل، هي السيل في الأوردر هنا، والسيل هي الباي في الأوردر هنا، مفهوم؟ يعني هذه الأمور، ولاحظوا معي عندما نتكلم عن الباي في الشراء، البيع في الموقع ماذا يقول لك؟ يقول لك السعر، وهو هذا الشخص لديه 4.4، وعفوا برايس، يعني عنده واحد ال تي سي، سعر ال تي سي 4.45. وهنا مثلا هذا الشخص يريد أن يبيع، الشخص الذي هنا لديه 4.10، وهكذا، يعني 3.92، هؤلاء يريدون الشراء ولا يريدون البيع، هؤلاء يريدون الشراء وهؤلاء يريدون البيع، هذا مفهوم. المهم مثلا أنا لدي 2.31 ال تي سي، أريد أن أبيعها، فما سوى ما علي إلا الذهاب هنا ووضع هذا المبلغ 2.31 مثلا، واختار المبلغ الذي اريد. هنا انا اختار المبلغ، مثلا ان كنت محتاج
وكنت يعني أريد الدولار حالا، فأضع السعر المناسب، السعر الذي أجده هنا، ومثلا هنا 4.10، أقوم بوضع 4.10 فتتحول إلى 9.45 دولار. مثلا أريد أن مثلا أجمع وأضع وأبيع ب100 دولار، هكذا أتركها يعني هنا ب100 دولار. لاحظ معي 2.31 يأخذ منك 0.2% يعني كعمولة، يعني بعد ما يصل سعر اللايت كوين 100 دولار، ستتحول مباشرة عندي إلى بالدولار 230 دولار. أقوم بالضغط على سيل، هكذا، ها هي هنا، لاحظوا معي، هاي يعني على الساعة الثانية 2.31، البرايس ب100 دولار تترك في الموقع. يعني هنا لاحظوا معي يعني ال LTC، فلو أضع ريشيرش هكذا، نعم هي عندي 2.31، أنا واضع سعر البيع ب100 دولار وأنتظر. أنا لا أريد أن أبيعها الآن، فمثلا أريد أن أبيع ب100 دولار وأترك الموقع، وأستطيع ترك الموقع حتى أسمع أن سعر اللايت كوين صعد وأصبح 100. أردت في المثال أن أبيع عندي 2.31، أريد أن أبيعها ب4.10، سأتحصل على 9.45 الآن وحالا، لكن أنا لن أبيع لأنني إن بعتها وأردت الشراء سيكون هنا السعر يعني مرتفع، فلن أستطيع الحصول على 2.31، لأنني سأبيع ب4.10 وأشتري ب4.49، لذلك هنا ستكون خسارة. لذلك يجب أن تكون ذكي في وقت الشراء ووقت البيع. لذلك عندما تشتري يجب أن تتذكر السعر الذي اشتريت به، وإن أردت البيع فيجب أن تبيع بسعر أكبر من هذا. هذه هي الطريقة وهذه هي المعاملة. فمثلا تريد شراء، عندك مثلا، عندي هنا في الدولار تكون لدي مثلا 10 دولار، ف أضع 10 دولار هكذا، هنا السعر يقول 4.49، تترك هذا المبلغ بشكل عادي، يعني السعر مثلا، عفوا لا، يعني مثلا أريد السعر وهو 4.49 مثلا، أنا لدي 50 دولار، ف يعني لو أضع 4 هكذا، عفوا ال LTC، فربما أضع 10، لا مثلا 12، 11، نعم مثلا أريد اشتراء 11 لايت كوين، عندي 50 دولار وأريد الشراء، فأضع 11 لايت كوين بسعر 4.49 يعني، والتسعات هنا، فيأخذ مني 49.59 وكذا وكذا وكذا، وأقوم بالضغط على باي، بحيث يجب أن يكون لدي 49 فاصلة، هذا الفاصلة، هذا الأعداد الذي هنا في الخلف لكي أستطيع الشراء بهذا العدد. ثم أقوم بالضغط على باي، سيقول لي أنه لا يوجد لدي فوند يعني هنا في الموقع، لذلك لا أستطيع الشراء. المهم هذا هو المختصر المفيد في الموقع. بالنسبة كذلك، وأتمنى أن تكونوا تفهموا، لا تزيدوا لا تضيفوا أي شيء، يجب أن تتأكدوا فقط أنكم وضعتم المبلغ الصحيح عندما تريدون ذلك. أنا سأقوم بحذف هذه العملية، فمثلا تستطيع، ما وضعت عملية البيع ثم أردت حذفها، تقوم بالضغط فقط على الناقص وتكون قد تخلصت من بيع المبلغ والانتظار. أنا أريد أن أجمع مبلغ كبير ولا بأس به من اللايت كوين، هذه العملة لها مستقبل، فأتمنى أن أصل إلى 100 لايت كوين وأتوقف. لماذا؟ ثم أرى عملة أخرى، لأنني إن وصلت إلى 100 لايت كوين عندما يصعد سعرها إلى 100 دولار ستصبح 10,000 دولار، وسأصبح مليونيرا، مليونيرا، 10,000 دولار في الجزائر، فأنا مليونير، سأقارب من 200 مليون جزائرية يعني صراحة. ولذلك أنا سأجمع حوالي 100 LTC، ثم سأرى عملة أخرى، لأن هذه العملة هي التي أراها الآن سهلة المنال، لأن الإيثيريوم مثلا لاحظوا معي سعرها مرتفع قليلا، فسعرها 39.46 دولار،
وحتى الصنابل التي نعمل عليها فتعطيك قيمة قليلة جدا. أما بالنسبة للاي تي سي فالربح منها لا بأس به. وبالنسبة كذلك أنني تكلمت في بداية الأمر عن موقع مون لايت كوين، لأنني وضعت شرع عن هذا الموقع، فالربح منه جيد. فأقوم بالضغط على كليم هكذا، ثم نقوم بالضغط على يعني هنا كار هكذا، فيريفي، ثم سيبميت. لدي 701,000، يعني 700,000 لايتوشي. لاحظوا معي 700,000 لايتوشي. السحب ترانزاكسيون، السحب 18/3 اليوم 19/3، يعني السحب وقع البارحة بالليل على الساعة 7:30، يعني يوم السبت ليلا في المساء على الساعة 7:30، يعني بتوقيت غرينتش لكي يسهل على بعض الأشخاص، 6:30 بتوقيت غرينتش، 7:30 بتوقيت الجزائر. قد وصلتني السحوبات، ها هي ترانزاكسيون ويكلي بيمو، فالموقع يدفع يعني لوحده اوتوماتيك. قد سحبت 1,750,342 لايتوشي من الموقع، وها هو إثبات السحب كذلك. عندما نأتي، أين هي الهيستوري؟ نعم لاحظ معي، ها هي الهيستوري لكي أبين لكم وأثبت لكم. فلاحظوا معي، باي ذا كوين كل هذه، سيل سيل، داش 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 داش، هيستوري كل هذه أين هي؟ يعني صراحة توجي يو اس دي، توجي يو اس دي، هون الهيستوري. نعم لا عفوا، يعني لا أضغط على الهيستوري وإنما أضغط على الواليت هنا، ثم أذهب إلى عملة الـ LTC هنا، ها هي الـ LTC، ثم أقوم بالضغط على هيستوري لكي أؤكد لكم أن المبلغ وصلني إخوتي الكرام. ها هي أكسبتي، فالموقع يعني على الساعة 7 عفوا، ها هو 1,750,342. لاحظوا معي هذا المبلغ، ها هو بحد ذاته 1,750,342، ها هو 342 فقد وصل أكسبت لوحده، يعني للتأكيد فقط، فقد وصل على الساعة 10:46، يعني سحب من الموقع على الساعة 7:30 مساء، ووصلني على الساعة 10:46، يعني بعد حوالي 3 ساعات وربع، يعني 3 ساعات وربع حتى تم التأكيد، لأنكم تعرفون هذه الأمور، فهي confirmation من إرسال إلى من موقع إلى موقع حتى يتم التأكيد فقط. فالموقع صادق بالنسبة للمون، هذا الموقع رائع والربح منه سهل جدا، فقط ما عليكم سوى الدخول ووضع رابط المحفظة، بحيث تأخذون رابط المحفظة من هنا. هنا قلنا كما شرحت في بادئ الأمر، تقوم بأخذ هكذا، ف عفوا LTC هكذا، ثم تنسخ هذا الرابط، هذا هو الرابط الخاص باللايت كوين. ثم عندما تدخل إلى الموقع تقوم بوضع هذا الرابط، وأنصح بعدم استعمال VPN، وأنصح بعدم تسجيل حسابين في جهاز واحد. نصيحة مني يا أخوتي بالتجربة، لا تقومون بهذا العمل سوى بعمل واحد. لاحظوا معي الصنبور يمتلئ، فعندما تقوم بالدخول تنتظر حتى يمتلئ الصنبور بعد 5 دقائق، تقوم بالإفراغ، تقوم بالضغط هنا على أوكي آلرت. عندما تنتهي ال5 دقائق سيعلمك الموقع لوحده. وكذلك أشكر كل الأشخاص الذين تسجلوا من رابطي فساعدوني كثيرا، وأتمنى لهم التوفيق، وأتمنى أن أكون قد ساعدتهم جدا.
وأتمنى أن يكون هذا الشرح وافي وكافي وعافي، وإن شاء الله سأحضر لكم مواقع صادقة لهذه العملة بحيث تدفع مباشرة بدون أي مشاكل. وماذا يسعني أن أقول لكم، التعامل مع اليوبيت قد يكسبكم أموال لا بأس بها، لأنك عندما تدخل إلى اليوبيت وهنا أنت كأنك دخلت إلى السوق تبيع وتشتري في العملات، لذلك يجب أن تكون ذكي فتعرف متى تشتري عملة أي عملة ومتى تبيعها. يجب أن تتبع انخفاض سعر العملة وصعود سعر العملة. لاحظوا معي، قد سمعتم هذا الجرس، فهو هنا قد انتهى، يعني 880، والصنبور يبدأ يمتلئ. تقوم بالضغط على كليمنيو، ثم هاته الكاباتشا، ثم نقوم بالضغط على الكاباتشا هكذا، ونقوم بالضغط على سيبميت. هي 704,000، يعني ويبدأ يمتلئ العداد كالعادة. أليرت هنا. المهم، في آخر هذا الفيديو سأقول لكم ملاحظة للجميع، هذه الملاحظة قيمة وبعض الأشخاص يتخوفون منها، ولكنني أنا لن أخاف منها. ما هي؟ فهنا موقع ماي تي زي، عفوا يعني عفوا، هذا الموقع، لاحظوا معي، هذا الموقع هو للتعدين. فمثلا الآن أنا أعدن الدوكوين، فأولا الموقع صادق، لأن بعض الأشخاص يكذبون على الموقع، لأنني قمت بالسحب منه البارحة أو قبل البارحة فقط. لاحظوا معي، سحبت 1 لايت كوين من الموقع يوم 17/3 يعني بالليل بشكل عادي، لا يوجد أي مشكل. هذه واحدة. اثنين، فصراحة أتمنى أن ينخفض سعر البيتكوين. سيتعجب بعض الأشخاص لماذا قلت هذه الكلمات، ولكن أتمنى أن ينخفض سعر البيتكوين حتى يصل إلى 600 دولار أو أقل من ذلك. لماذا؟ لاحظ معي، سأوقف مثلا تعدين الدوكوين وأعدن البيتكوين، ولاحظ معي ماذا سيحدث. عندما نقوم بالضغط على كالكيلاتريس فهو سيعطيني في اليوم 70,000 ساتوشي. فعندما كان سعر البيتكوين مرتفع، كان 1150، كان يعطيني 60,000 ساتوشي في اليوم. الآن بدأ يعطيني 70,000. فتخيل لو أن سعر البيتكوين هو حاليا في الموقع 1022، يعني نزل بالنصف، يعني أصبح سعر البيتكوين 550 أو 500 دولار لسعر البيتكوين. ماذا سيحدث؟ سيبدأ يعدن البيتكوين عندي بمقدار 140,000 ساتوشي، فأجمع عدد كبير من الساتوشيات، وثم ننتظر حتى يرتقي البيتكوين ويصبح سعره. إذا كنت أربح 70,000 بما يعادل حوالي على ما أظن 0.8 حاليا، 0.8 دولار ففي اليوم، يعني 8 دولارات في 10 أيام، فسأصبح أربح 16 دولار في 10 أيام، يعني الضعف. عندما أجمع هذا العدد سأصبح، يعني بعد ما ينخفض سعر البيتكوين، أجمع ضعف ما عندي يعطيني في اليوم، وأنتظر حتى يرتقي سعر البيتكوين إلى أعلى. يعني عندما أسحب، أنا أسحب بسعر ناقص بالنسبة بقيمة الدولار، لكن بقيمة البيتكوين فهو يعني سيكون متغير. فعند صعود سعر البيتكوين سأجد أنني مثلا لو أسحب من الموقع 1,000,000 ساتوشي حاليا، 1,000,000 ساتوشي مثلا بسعر 500 دولار للبيتكوين، ستكون يعني حوالي، إن كان 1,000 سوف تكون 10 دولار، يعني ستكون 1,000,000 ساتوشي ب 20 دولار، يعني
ستكون عفوا بنسبة 500 دولار، 500 دولار ستكون 5 دولارات فقط، وبنسبة 1000 دولار ستكون 10 ملايين. لذلك الموقع أنصح، أتمنى أن ينزل سعر البيتكوين. المهم إخوتي الكرام، هذا فقط لملاحظة وتنويه، لكن نعم اربحوا البيتكوين، لكن لا تنسوا هذه العملة القيمة وهي اللايت كوين، اتركوها جنبا وضعوا بين أعينكم أنك تريد أن تجمع مقدار مثلا 50 لايت كوين أو 100 لايت كوين. لأنني وجدت أحد الأصدقاء في الفيسبوك فكانت لديه 7 داش من عملة الداش، كان مجمعها منذ سنة أو سنتين وتاركها في محفظته، فارتقى سعر الداش إلى 123، فوجد عنده 780 دولار بدون أن يعبأ، فوجد نفسه لا بأس به، رأس مال جيد، رأس مال يستطيع البدء به وهكذا. فأتمنى من الجميع أن يكونوا قد استفادوا وقد فهموا الموقع وفهموا استراتيجيتنا. أعتذر ربما تعبت قليلا في الشرح، وأتمنى أن أكون قد وفيت وكفيت، وأسأل لكم، أسأل الله لكم الخير والعافية، وأتمنى التوفيق لكم ولي. ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة، ولا تنسوا كذلك متابعة القناة، لأنه يوجد كثير من الشروحات. بالنسبة للأخ الذي يطرح عليه السؤال عن كوان بلانيت، فكوان بلانيت سأقوم بوضع فيديو مشكل من 6 حلقات، انتظر فقط، لأن هذا الموقع به أرباح لا بأس بها، لكن سأشرح الاستراتيجية، سأضع رابط تسجيل أسفل الفيديو لمن يود التسجيل فيه. كوان بلانيت، وها هو كوان بلانيت الذي تسأل عليه. سأقوم بالضغط على اللوجين. هذا هو كوان بلانيت، لدي 8 قطع أرض وقطعة أرض للقمح. هنا يعني موقع لا بأس به، لدي حاليا في 33,426، أنا في حالة الاستثمار الآن. هذا الموقع لا يقبل استثمار أولا، هذا الموقع رائع، موقع جيد، موقع في القمة، موقع صادق، أنت لا يوجد لدي فيه سحب، ولكن صادق 100%، لأنه لا يقبل الاستثمار، لا يقبل أي معاملة سوى بالعمل الكاد والجد. وسأضع له 6 حلقات متتابعة إن شاء الله، أشرح فيه كيفية العمل فيه وكيف تجني منه أرباح جيدة في اليوم إن شاء الله، ولكن يعني سأخذ منكم الوقت لتفهموه. وأتمنى أن تكونوا قد وفقتم بهذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.